ولد الكاتب الصحفي الكبير جلال عامر في 25 من سبتمبر سنة 1925، وتخرج من الكلية الحربية ودرس القانون والفلسفة، وشارك في 3 حروب مصرية، وكان أحد ضباط حرب أكتوبر. ويعد جلال عامر أحد أهم الكتاب الساخرين في مصر والعالم العربي، وكرمته محافظة الإسكندرية بإطلاق اسمه على شارع بمنطقة بحري بحي الجمرك وهو مسقط رأسه. يتميز جلال عامر بحسه الساخر، وتميزت به روح المصريين في خطاب سريع الوصول للقارئ البسيط، وكان شاهدا على ثورة يناير ومتابعا لتداعياتها، وكتب عن البرلمان الإسلامي ما بعد الثورة بعدما اختطف الإخوان الثورة واستأثروا بها وأقصوا كل الفصائل السياسية الأخرى. كتب جلال عامر يقول: يا بخت المثقفين، زمان كان يتم التلاعب في حرياتهم، وقريبا سوف يتم التلاعب في أرواحهم، ويقسم الإخوان أنفسهم إلى شعب، فيقال شعبة إمبابة وشعبة دمنهور وشعبة مطروح. لذلك انتقلنا إلى نوع جديد من الديمقراطية لم يعرفه فلاسفة اليونان، هو حكم الشعب بالشعب. مضى زمن الشعب المرجانية في شرم الشيخ، وجاء زمن الشعب الإخوانية في شرع الشيخ. تحدث جلال عامر عن الفقراء والبسطاء، وكان يعبر عن حال الشعب بكلماته البسيطة والعميقة والساخرة أيضا، المعبرة عن كل الأوضاع السياسية والاجتماعية بطريقته المختصرة والمميزة. فكتب القصة القصيرة والشعر، كانت الملايين تنتظر كتاباته في المصري اليوم تحت عنوان تخاريف، كما كتب في جريدة الأهالي، وله عدة مؤلفات أبرزها مصر على كف عفريت وقصر الكلام واستقالة رئيس عربي. توفي جلال عامر فجر 12 من فبراير 2012 إثر إصابته بأزمة قلبية عندما شاهد مجموعة من الناس يهاجمون المتظاهرين، فسقط وهو يردد عبارة المصريين بيموتوا بعض. عقب إصابته بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى.